الإسرائيلية على الشام تبحث عن شيء ما تصطاده. العيون السورية على إسرائيل تبحث عن حق لا بد من استرداده. والسؤال الذي يطرح هنا على أرض الجولان، هل الحديث عن السلام بين إسرائيل وسوريا حقيقي؟ هل هي مفاوضات جادة ستفضي إلى اتفاق سلام؟ عندما التقينا بعض السياح اليهود في الجولان المحتل وراء الكاميرا معنا، توجه إلينا أحدهم بالسؤال: هل جئتم لالتقاط آخر صورة للوداع؟ النقاش في إسرائيل قد بدأ حول هذا السلام ما بين مؤيد ومعارض. אני מאמין שבמסע ומתן הזה אפשר לדבר על מה שהסורים קוראים ה-15% הלא סגורים, שזה כולל איפה הגבול, לוח זמנים, מה עושים על הגולן אחרי שהריבונות עוברת לסוריה, מים, כל מיני הסדרים של תיירות ודברים כאלה. כל מה שנוגע לישראל ולסוריה, לשתי המדינות האלה, אפשר לדבר בחודשים הקרובים עוד לפני שהאמריקאים באים. אנחנו חיים כאן על הגבול עם סוריה, חיים בגולן. מדינת ישראל בגולן 41 שנה. מתוך 60 שנות עצמאות, 41 שנה, אנחנו נמצאים כאן בגולן. אנחנו עלינו לגולן כי הסורים כפו על ישראל מלחמה, לא במקרה עלינו לגולן. ואחרי שהיה ניסיון של מדינת ישראל מול סוריה להגיע להסדר שלום מיד אחרי 67 ולמסור להם את הגולן, והסורים התנגדו ולא הסכימו. היה ניסיון נוסף כשהיה מסע ומתן עם מצרים וקראו לסוריה לבוא לשבת למסע ומתן, הם גם לא הסכימו. ישראל החליטה לחוקק את החוק הישראלי שלה בגולן. הגולן הוא ישראלי, החוק הישראלי חל כאן. الصحيح أن الكثير من الإسرائيليين يطلقون هذا الطرح ويقولون أكثر منه إن سوريا لا تحارب إسرائيل والحدود معها آمنة، لذلك فلا حاجة إلى اتفاق سلام. هناك نقاشات جدية جدا وحادة جدا في المجتمع الإسرائيلي وفي المؤسسات العسكرية والسياسية الإسرائيلية حول السلام مع سوريا، وذلك قوى تقول بشكل صريح أن سوريا لم تحارب إسرائيل خلال كل هذه الفترة، وليس من الضروري أن نقوم الآن بقيام بعملية سلام معها، لأن ذلك سيفك عزلتها، ذلك سيخلق لنا مشاكل مع الأمريكيين، ونحن أقوياء وهم ضعفاء، ولا يوجد في العالم العربي اليوم من يحارب إلى جانب سوريا، ولذلك يجب أن لا نقوم بهذا السلام. بالمقابل هناك لوبي قوي جدا في إسرائيل، لم يقم في إسرائيل في كل تاريخها لوبي بهذه القوة يطالب بالسلام مع سوريا، لوبي مؤلف من عدد كبير من رجال الجيش السابقين، قادة الجيش السابقين والمخابرات والسياسيين والأكاديميين، ويقول بشكل واضح وصريح يجب أن نقوم بعملية سلام مع سوريا. أولا الآن سوريا تستعمل علاقاتها مع إيران وتقيم ما يسمى محور الشر وتدعم حزب الله وتدعم حماس. السلام مع سوريا سوف يفصل بين إسرائيل وبين بين سوريا وبين هذه القوى لصالح إسرائيل ولصالح الولايات المتحدة. وهذا يقول أيضا أن السلام مع سوريا سيضعف الوضع الفلسطيني وسيساعد إسرائيل أكثر على الحصول على المزيد من المكاسب في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فيما لو توصلنا إلى تسوية. لذلك هذا اللوبي يعمل وهو ليس من اليسار، إنما هو من اليسار ومن اليمين ومن الوسط، ويعمل بمثابرة ويوجد له علاقات واسعة في العالم، إن كان ذلك في تركيا أو في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وينشط بشكل فعال فعلا ويؤثر على الرأي العام في إسرائيل أيضا وعلى الحكومات الإسرائيلية في الاتجاه الإيجابي الذي نراه حاليا. وليس صدفة أن من علاقات هذا اللوبي مع السوريين نجمت المفاوضات الجديدة التي تجريها تركيا بين إسرائيل وسوريا بشكل غير مباشر، وممكن أن تصبح في القريب بشكل مباشر. وفي هذه الأثناء يسارع المستوطنون إلى تسويق الجولان من خلال عرض سحر جماله لجلب المزيد من المستوطنين.
هضبه الجولان ليست ساحره الجمال فحسب، بل انها منطقه استراتيجيه في مفاهيم الحرب التقليديه. عندما فازت سوريا باستقلالها عام 1949، كانت هضبة الجولان قبلة المواجهة مع العدو الإسرائيلي الذي حاربته بسبب نكبة الشعب الفلسطيني. وحتى بعد احتلال سنة 1967 لم تطرح سوريا قضية الجولان كقضية أساسية، ولم تقبل بأن يعاد إليها من دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. ولكن الهضبة تحولت الآن إلى قضية أساسية تريد سوريا استعادتها، ومستعدة لإقامة سلام كامل وشامل مع إسرائيل لقاء تحريرها. الإسرائيليون من جهتهم كانوا مستعدين لإعادة الجولان حتى آخر شبر مقابل السلام، لكن عندما رفضت سوريا الذهاب مع السادات إلى تسوية، ردت إسرائيل بإعلان ضم الجولان رسميا إلى تخومها سنة 1981. ومنذ ذلك اليوم قبل 27 عاما، وإسرائيل ترسخ احتلالها في الجولان بشكل واسع. استيطان يهودي متسارع تموله الحكومة بالمنح والقروض السهلة. فهناك مدينة وخمس وعشرون مستوطنة يعيش فيها ما يقارب 20,000 مستوطن، وبنت فيها اقتصادا ماكنا: مصنع المياه المعدنية المميزة ميعيدن، مصنع النبيذ الفاخر، مزرعة بقر هي الأكبر في الشرق الأوسط، مناطق سياحية خلابة يزورها في السنة 3 ملايين سائح محلي وأجنبي، رياضة تزلج على الجليد، ورياضة القوارب، ورياضة ركوب الخيل، ومجموعة من المطاعم المميزة. والأخطر من ذلك السيطرة على المياه. طبعا أحد الأسباب المركزية لاحتلال الجولان كان مصادر المياه الموجودة في الجولان. الجولان اليوم بيعطي ما يقارب 25% من استهلاك إسرائيل في المياه. إسرائيل ترفض اعتبار المياه في الجولان كمياه دولية، ومحاولة إسرائيل السيطرة الكاملة على كل مصادر المياه الموجودة في الجولان، ورفضت إسرائيل مبدأ المشاركة في مياه الجولان. 4 رؤساء حكومات إسرائيلية وافقوا على الانسحاب من الجولان مقابل السلام. أولهم كان إسحاق رابين الذي قدم وديعته الشهيرة إلى وزير الخارجية الأمريكية وارن كريستوفر، ولكن متطرفا يهوديا من اليمين اغتاله بسبب اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين، فقطع مسيرته السياسية برمتها. وتلاه شيمون بيريس الذي وافق هو الآخر على الوديعة في حديث مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في يوم دفن رابين، ولكن بيريس لم يصمد في الحكم بعد رابين سوى 6 شهور، وتورط في مذبحة قانا ولم يستطع عمل شيء في الموضوع السوري. وعندما تولى الحكم من بعده بنيامين نتنياهو، أرسل رجل الأعمال اليهودي الأمريكي رون لاودر مبعوثا إلى الرئيس الراحل حافظ الأسد، وأبلغه استعداده التفاوض على أساس الانسحاب من الجولان. ولكنهما اختلفا على خط الحدود النهائي، فالرئيس الأسد أصر على حق كل سوري في غسل قدميه بمياه بحيرة طبرية، ونتنياهو أصر على إبقاء الماء بعيدا عن السيادة السورية بدعوى أن منسوب الماء في البحيرة انخفض بفعل الطبيعة. وسوريا رفضت المنطقة الإسرائيلي وأصرت على أن منسوب المياه انخفض بفعل مشروع الري القطري الإسرائيلي الذي سحبت فيه مياه طبرية جنوبا لإرواء النقب. وهكذا انفجرت المحادثات.